طيب عبد الله الروقي، وش سالفه القصائد والاسقاطات والاشياء هذه؟ انا ما شوف ما تعودتك كذا، ما ادري شو اللي صار فيك انت، شو اللي حصل؟ اول شيء القصيده ما فيها اسقاط ابو سلطان، يعني الاسقاط كان في موقف اخر انت تعرفه وانا اعرف، يعني كان اسقاط لفظي، يعني ما فيه ما فيه كنترول. باسقاط في القصيده ما في اسقاط في القصيده. طيب عطني قصيده الشيك. شيك؟ ايه والشيكه شلون؟ شيك؟ ايه ما عندي قصيده في الشيك. هلا شيك الانقاذ انت حطيت فيه قصيده المحاوره. ايه هذه فيها مدح ما فيها سب. لا لا لا، انه الشيك ما راح ينقذكم والاشياء هذه نسيتها. انا قلت عبد الله الكيرعاني الرجل هذا قال بيت في الشيك في, 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 في الشيك انه بيضايقني وبيضايقكم. قلت انا بعدين عرجت على موضوع فيصل ان طلع فيصل، بعدين عرجت عن نفسي ان طلعت، يعني عادت موضوع الشيك انه مفيد ومضر في نفس اللحظه، ما في اي اسقاط عليه، الرجال حاضر، وين الاسقاط في الموضوع؟ اي طيب وش الابيات؟ والله ناسيها يا ابو سلطان. ما في ما بالنسبه لهذه تحديدا ما في اي اسقاط يعني. طيب واللي البارح محاورتكم البارح ما فيها اسقاطه. وش الابيات؟ فيها معنى. انا عارف المعنى اللي فيها. انت شاعر وتطلع المعنى. انا عارف المعنى اللي فيها. انا ما اسقطت وما المعنى. توقعت ان المعنى انك بتحطه على واحد من زملائك. ما حطيت على واحد من زملائك. ولا ودي انك حتى شبهت زميلك بالتشبيه اللي انت ذكرته بالقصيده. ما شبهت احد يعني تشبيه. للاسف ما شبهت تشبيه سيء. والحدث اللي انت شايفه السيء يا ابو سلطان مقابل 20 حدث جيد. ما ادري انت شفتها ولا ما شفتها. اي لا نشوف. طيب بس للاسف انا ما شفت الا الشيء السيء منك. أنا ما شفت شيء إيجابي للأسف. أنا ما شفت مني شيء. خاصة نعم خاصة الثلاث أيام يمكن اللي يشفع لك اليوم اعتذار، أنا شفته على الهواء. لكن اعتذار متأخر والاعتذارات المتأخرة ترى ما لها أي قيمة. ما هو اعتذار متأخر يا أبو السلطان الله يرحم لي والدينك. بالنسبة للحدث أنت جاي على أي خصومة تبغاها أنا جمل أبرك وأشيل. ولكن فيما يخص الاعتذار أنا متناقشين في مواضيعنا الخاصة خارج البث إلى قبل البارح. وفيما يخص الحدث نفسه حدث انا تصرفته لا ارادي، انا رجالي ثلاث ايام ما نمت وعتب اخوان واعتذرت منهم، وانا من وجودك انت انا اعتذر لك انت شخصيا واعتذر للمشاهد واعتذر للقناه لانهم هم بعد يستحقون الاعتذار، بس انا ماني بصاحب هالشيء، الشيء هذا طلع لا ارادي وانا رجال املك الشجاعه مثل ما اخطيت اعتذر، ما عندي يعني مكابره على الموضوع. طيب